السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الحبيبات ديالي؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غنحضر انا وياكم واحد الكريمه، غنديرها في واحد المورقات فايته درت حضرتها معاكم، ولكن ما فيها باس نولي نعاودوها، ماشي مشكل. المهم ديما كيجيني الحاح في الخاص، كيقول لك لا خصك تبقاي تشرح لي انا شويه، مراني ما اختكم عيانه بزاف في الشرح ما كنعرفش نوصل المعلومه. المهم مرحبا بكم معايا كاملين في القناه ديالي وديالكم، كنقول لكم شكرا 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 بزاف، ثقوا بيا اي واحد خلى لي التعليق ديالو راه كيخليني فرحانه بزاف، وشكرا شكرا شكرا بزاف الحبيبات ديالي كلكم، كل اللي كيعرف ام عائشه كنقول ليه شكرا، كنبغيك بزاف. المهم غندوزو للمقادير ان شاء الله بحول الله، حيت غنبقى نهضر 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 ما غاداش نساليو اليوم. هنايا عندي ثلاثه ديال المعالق تاع السكر حبيبات، هما نخوهم هنا معاكم، جوج ديال الصاصيات ديال الفاني داك الصغير، يعني ماشي داك الصاصيات الكبار، ما عنديش تساليو ليا، عرفتي كيديروا فيها واحد شويه ربي السلامه. الكاغيط شنو نقول لكم، الكاغيط ديالو كثر من اللي فيه لداخل، خاوي راه ماشي بحال هذاك ديالنا حنا المغرب تبارك الله، كتلقاي الخير. صافي ما تبقى فيها والو غير. وهنايا البنات ثلاثه معالق ديال المايزينا، وبيضة واحدة. بسم الله البنات، انا كنديرها بالبيض ديالها وبكل شيء. نتوما البنات المبتدئين ما كنصحكمش، يعني تقدروا ديروا غير صفر ونص لتر تاع الحليب. دابا غنخوي غير شويه تاع الحليب حتى نخلط بعدا الخليط وعاده باش نزيد. بسم الله نتوما كما شفتوا، وثقوا بيا البنات المبتدئات وما تبارك الله اللي كيعرف راه ما شاء الله، ولكن المبتدئات اللي ما كتصدقش معاهم داكشي علاش ولات عاودتها. انتما كتشوفوا انا نحضرها انا ليكم، راه الطريقه ساهله، يعني راه ما فيهاش شي، وغتصدق 100% من اول مره ان شاء الله بحول الله. غير تبعوا المراحل كما درت معاكم، وكما قلت لكم يعني لما خفتوا ديروا بيضه كامله. دابا نرجعها على العافيه، انا باش بغدا نخليوها هكا كطيب. البنات هانتوما شفتو معايا كيما زدتها درت ليها النار، ولكن البنات ما تحيدوش يديكم التحريك. دابا عاد باش نزيد الحليب باش نكملو داك نسطرو الحليب ديالنا. صافي وما تحبسوش كيما قلت لكم البنات من التحريك بتاتا حتى تعقد لكم الكريمه ديالكم، حيت الا حبستو من التحريك تقدر تحبب لكم. نتوما ما تحبسوش كاع نهائيا من التحراك، يلا حتى تقدر توجد ان شاء الله ونتقوا معاكم. البنات هانتوما هاد الكريمة ديالي وجدات، دابا غنزيد ليها واحد المعلقة صغيرة تاع الزبدة. غتقولوا ليا الزبدة الدهنيات، والله العظيم غير جربوها البنات كتجي روعة روعة، ثقوا بيا غير جربوها، ولكن معلقة صغيرة الزبدة وتكون يعني نوع جيدة، يعني ما تكونش زبدة راكم عارفين. هانتوما هي الكريمة ديال نشوف كيفاش جات البنات، غير تبعوا المراحل كيما قلت لكم، احسن ديال الزنقة كنبقاو نشروها من الزنقة
كتعرفوا كاع شنو فيها، ما ديال الدار اي حاجه بصراحه تقيتلها ديال الدار كنعرفوا شنو بنات. شوفوا البنات هانتوما، يعني غادي نخليها تبرد ان شاء الله بحول الله. هانتوما ما مكوره لينا ما حتى شي حاجه، هانتوما شوف جيت تبعوا مراحل البنت كما قلت لكم راه ساهله. دابا غادي نطيها نخليها تبرد عاد باش نبدا. البنات خصنا غير ملي تساليو التوجه ديال هادنا ديروا ليها بلاستيك غذائي باش ما تديرش لكم داك القشره من الفوق. هادشي اللي غندير ليها دابا صافي، ندخلها للثلاجه حتى تبرد ونخدم بها ان شاء الله بحول الله. صافي حنا دزنا المورقه ديما اللي غنحضر انا ليكم. المهم كنحتاج لهنا الدهن ديال البيض باش ندهن الوجه الفوق مزيان، شويه تاع اللوز. نتوما البنات تقدروا كيف لكم الاختيار، تقدروا ديروها بلا ما تزينوها من الفوق بلا اللوز الاول وتخليها غير هكا. نتوما تقدروا ديروها حتى مالحه، انا غنديرها بهذه الطريقه هذه. ان شاء الله كنعتذر البنات على التصوير، شنقول لكم هذه البلاصه كتجيني مظلمه بزاف داكشي علاش جبت اللاطه حتى لهنا فوق البوطاجين كما الله يبان لكم شي حاجه. نتوما نتمنى كتبان لكم مزيان. نحيدو باش نتهنو الكريمة ديالها. باقي ما بردتش البنات 100%، كما كتشوفوا باقية بسم الله. البنات انا درت هاد الكريمة، نتوما تقدروا ديروها بأي حاجة بغيتو، تقدروا ديروها بالشوكولاط نوتيلا، ديروا اللي بغيتو. الكوبيه البنات كتجي زوينه بزاف، انا كما قلت لكم راه كنجرب كنكون جربت شي حاجه كنقول لكم درتها، ما كنجربهاش كتكون اول مره كنقولها لكم، كنقول لكم نجربوا انا وياكم. بصح كتجي زوينه البنات، وتقدر بحال دابا مثلا تكون عندكم كريمه واجده هنا ما تخسروا والو، واخا يجي يسطط عليكم شي حد اولا شي حاجه ضيوف، يعني في ساعه كتوجدوها تدخلوها الفران ديالكم. كتجي روعه. صافي غير بهذا القدر. دابا البنات غنزيد طبقه الفرن من الفوق، البنات هانتوما نزيد الطبقه الثانيه من الفوق، يعني كتبقاو تضغطوا على الجناب بحال هكا باش ما تحلش لكم شكون كطيب. هنا هاد المورقات جاوني طوالين اكثر من القياس ديال اللاطه البنات، ماشي مشكل. غنحاول نضغط عليهم غير من الجناب بحال هكا باش ما يتحلش ملي نكون كطيب. كما قلت لكم جاتني طويله على اللاطه، جاتني يعني كبر من الحجم ديال اللاطه. دابا بسم الله غادي ندهنوها بالبيض. البنات انا البيض زدت ليه قطيره تاع الحليب، نتوما يمكن لكم تزيدوا الخل او الحليب يعني اللي كتفضلوا باش كتحيد داك الزهوريه تاع البيض.
نتوما الا عندكم الوقت البنات كتصبروا على الكريمه ديالكم حتى كتبرد باش تخدموا بيها. انا ما عنديش الوقت داكشي علاش زربت عليها. ممكن لكم تحضروها مثلا بالليل. بصراحه الله الكريمه كيخصها تكون عندنا ديما واجده في الدار. انا شادي نقول لك الظروف البنات ما كيكونش عندي بزاف ديال الوقت داكشي علاش راه ملي كندير معكم شي حاجه راه كنديرها باش نصور شي فيديو ولا شي حاجه يعني خصني الحرب. صافي ندوزو البنات جرارة تاع البيتزا راها كتجي احسن تقطع مزيان. كتجي احسن من الموس لكن انا ماشي مشكل. قلبت عليها ما لقيتهاش غنبقى دايز معكم الفيديو وانا كنقلب ما يمكنش كنطول عليكم الفيديو. صافي غادي ندوزو البنات ندير ليها. نتوما البنات اللي عندكم مثلا اللوز او بيستاج او المهم اي حاجه عندكم كتزينوا بها من الفوق او جنجلان المهم اللي عندكم او تقدروا تخليهم غير بحال هكا يعني ما ديروا لها والو. شوفوا بيا البنات غير جربوها غتعجبكم. حنا بعدا لاباط فيت عندنا رخيصه هنايا ما نعرفش في المغرب واش شحال كدير زعما واش غاليه. تقدروا كتصوبوها راسكم انا البنات يدي مريضه ما نقدرش يلاه حيد القبص يعني ما نقدرش باش نوجدها معكم في الدار. كنوعدكم ان شاء الله مره اخرى ان تبرى لي اليد ديالي غنصوبها معكم سهله حتى هي هي كتبغى شويه ديال الوقت. صافي البنات دابا غادي ندخلوا المراقه ديالنا الطيب كما العاده البنات كنشعلوا الفران غير من التحت حتى كتنفخ لينا المراقه ديالنا ومن بعد على باش كنشعلوا الفوق. طيب ان شاء الله ونتلاقاو خليكم البنات. ها نتوما كتشوفوا كما الورقه ديالنا كما طابت شوفوا كيفاش كتجي نتمنى تكون كتبان لكم مزيان باقيه سخونه. شوف بيا البنات كتجي روعه وتقطع البنات نتوما كيبقى لكم تقدروا ديروها حصص صغار يعني كيبقى لكم الاختيار كيفاش على حسب الحجم اللي بغيتوا تحكموا فيه نتوما تقطعوها. انا درت على هذه الطريقه نتوما يمكن لكم ديرهم اكبر او اصغر. ممكن نتمنى البنات تعجبكم ان شاء الله بحول الله. والى عجبتكم ما تنساونيش من التعليق ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.